والكابتن الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي النهارده بيهنئ رجال سله الاهلي بدوري المرتبط. حرص الحقيقه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على تهنئه لاعبي الفريق الاول لكره السله رجال وجهازهم الفني والاداري والطبي بعد الفوز بدوري المرتبط مساء اليوم على حساب نادي الاتحاد السكندري. أشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبي الأهلي وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز بالبطولة، لا سيما في مواجهة فريق محترم ويملك عناصر جيدة. وأكد الكابتن محمود الخطيب أن الفوز بدوري المرتبط يحمل لاعبي الأهلي وجهازهم الفني مسؤولية كبيرة، خاصة أن هناك تحديات عديدة تنتظر الفريق في الفترة القادمة، ولا بد من مضاعفة الجهد والتركيز للحفاظ على مسيرة الانتصارات وإسعاد أعضاء وجماهير النادي الأهلي. الحقيقة حاجة جميلة جدا وانت قاعد تتفرج على الماتش، اللي اتفرج على الماتش النهاردة أعصابه اتحرقت، أعصابه اتحرقت. يعني أنا قعدت اتفرجت من الدقيقة الأولى لغاية الدقيقة الأخيرة، آخر دقيقتين بصراحة طلعت بره الأوضة من كتر يعني ما الواحد كان يعني عصبي جدا في هذه المباراة. مباراة كانت حرق الدم، ولكن الأهلي فريق قوي وبيلاعب فريق قوي جدا، فريق الاتحاد السكندري. الحقيقة قدرت تكسبه. بنهنئ الجميع الحقيقة، بنهنئ مجلس الإدارة وبنهنئ النشاط الرياضي.